اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. الحقيقه النهارده فوز كبير للنادي الاهلي بثلاث اهداف مقابل لا شيء. استطاع النادي الاهلي في مباراه ولا اجمل الحقيقه مباراه من احلى المباريات اللي عملها النادي الاهلي، على عكس كل الناس بتقول الشوط الاول. لا، انا بقول ان هي مباراه جميله جدا جدا للنادي الاهلي سواء شوطها الاول او شوطها الثاني. اهداف المباراه الحقيقه في الدقيقه 4 هدف المباراه الاول وحسين الشحات في اول اهدافه مع النادي الاهلي ضد فريقه القديم مصر المقاصه، واول اهداف حسين الشحات من تمريره رائعه من ابو التفانين حدوته رمضان صبحي. وعمرو السوليه الحقيقه بيعمل ثرو باس ولا اجمل ولا احلى ولا اروع لاجايه اللي احنا كلنا النهارده اتكلمنا عليه ما قبل المباراه، ويحرز هدف المباراه الثاني واول اهدافه في الدوري العام المصري. ثم يختتم رمضان صبحي في الدقيقه 77 اهداف النادي الاهلي بهدف رائع، هدف في منتهى الجمال والروعه. وبيقول للناس كل سنه وانتم طيبين، او احنا اللي بنقول له كل سنه وانتم طيبين، وهو بيرد على كل الناس وبيقول لهم وانتم طيبين. رمضان صبحي هدف رائع جدا جدا جدا، ومن احلى الاهداف اللي هتبقى موجوده في الدوري العام المصري. الف مبروك يا كابتن ماهر، الف مبروك يا كابتن حشيش، الف مبروك يا كابتن بلال. مبروك يعني تقريبا كل الكلام اللي حضراتكم قلتوه ما قبل المباراه تحقق في الشوط الاول والثاني. مبروك يا اسلام، مبروك للنادي الاهلي، مبروك لمجلس اداره، لجمهور النادي الاهلي، اللاعبين. عوده حميده، الحمد لله على السلامه، بنقولها لعيبه النادي الاهلي. هو ده شخصيه النادي الاهلي، هو ده الاداء، هو ده الدوافع، هو ده كل اللعيبه كانت متحرره النهارده بشكل 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 جيد. تتابع الخطوط الثلاثه، الضغط يا اسلام النهارده بدايه النادي الاهلي اللي احنا كنا محتاجينه من فتره، ويمكن اول مره اشوف النادي الاهلي بيضغط من اول مباراه لاخر المباراه. الضغط ثم الاستحواذ ثم الفرص الجميله اللي سنحت لعيبه النادي الاهلي ان هم بيسجلوا اجمل ثلاث اهداف النهارده. المكسب الحقيقي في تسجيل الثلاث اهداف ان اول مره الشحات بيسجل هدف، اول مره اجيه، واول مره يمكن رمضان صبحي. فالنهارده مجمل المباراه 90 دقيقه، النادي الاهلي يعني امتعنا وامتع جمهوره بأداء خلال شوطين. كل فنون الكورة النهارده شفناها في 90 دقيقة. النادي الأهلي النهارده يستحق إن احنا نقول له الحمد لله على السلامة. فعلا جمهور النادي الأهلي يمكن على فترات في الشوط الثاني لما حس إن الأداء بدأ يهدى، بدأ ينادي بوعي، وجمهور النادي الأهلي بدأ ينادي للعيبة النادي الأهلي العب يا أهلي العب يا أهلي. وفعلا لعيبة النادي الأهلي لبت نداء جمهوره، وبدأت في الدقيقة يمكن 77 شفنا الهدف الجميل لرمضان صبحي. بنقول مبروك للعيبة النادي الأهلي على الأداء المتميز على المقصة بثلاث أهداف. كابتن حشيش، مبروك مجلس إدارة، مبروك جهاز فني، جمهور، لعيبة. أهم حاجة النهاردة، من أهم من الثلاث نقاط، هي المكاسب الكتيرة اللي النهاردة النادي الأهلي طلع بيها. طبعا هي عودة شخصية النادي الأهلي وفرقة النادي الأهلي. نعم. تاني حاجة عودة الروح القتالية للعيبة، وتألق اللعيبة على المستوى الفردي والجماعي. في لعيبة رجعت وخدت الثقة. من الحاجات المهمة كمان النهاردة الثقة اللي اكتسبها اللعيبة. النهاردة تحس اللعيبة عندها ثقة. الكلام اللي كنا بنقوله المباراة اللي فاتت، ويمكن بعض الناس زعلت ان احنا شدينا على اللعيبة الماتش اللي فات، النهاردة لازم اللعيبة تاخد حقها. نص الملعب اللي كنا بنقول بيرجع الكرة لورا، النهاردة الحمد لله كرة كانت بتتنقل من خط الظهر لنص الملعب للفرود على طول، كله باصص لقدام، ضغط في كل حتة في الملعب. ويمكن احنا من البداية اسلام لما قلت فعلا التشكيل نموذجي، فعلا كان نموذجي، وكان كل واحد محطوط في مكانه الصحيح. كل اللعيبة على طبعا مستوى عالي جدا، طبعا بخص بالذكر طبعا يعني بالترتيب كده، هو كل لعيبة على مستوى عالي. انما لازم محمد هاني ياخد حقه، ياسر ابراهيم طبعا لسه وافد جديد ان هو يظهر بالمستوى العالي ده، السولية رجع لعهده قبل كده ورجع للمستوى اللي الواحد كان يأمله من السولية. صلح اخطاء كتير جدا كانت عنده، ابتدى يبص لقدام، النهارده عامل ثرو باس كمان على مستوى يعني حاجه كده يعني يعني ضغط بقطعه بثرو باس على قديمه.
كمان رمضان صبحي النهارده برضو يعني ثالث ماتش على التوالي، حاجه يعني ما شاء الله عليه. جاي طبعا زي ما قلنا هتبقى انطلاقه ليه، وفعلا النهارده ربنا يعني اكرمه بالهدف اللي جابه ده، بدايه انطلاقه ليه. زي ما قلنا لما لعب راس حربة على مستوى عالي فعلا الفرقه اتظبطت، ودي كانت مشكله المباراه اللي فاتت. لا يا ولد يا سلية، بصراحه يا ولد يا سلية، ايوه واحده واحده يلا سلام، واحده واحده. وانت ايوه انا عايز بس ايه، الله عليك يا ابني، الله عليك. وانه موجود في المكان ده كمان يا اسلام، مش لا زي الاول. بقى من الاول هي بص، هي من الاول الضغط حلوه واللعبه بالزبط. حلوه والتحرك حلو والباص وسرعه البديهه نلعبها كده طبعا قبل الاوفسايد، رجل كده انت عارف اللي هو بنكشها دي اسمها ايه، نكشه حاجه برازيلي كده، حاجه برازيلي. لكن النهارده طبعا كان هايل كلهم بصراحه، اداء ممتاز، جهاز فني النهارده ادار المباراه على اكمل وجه، بالنسبه كمان حتى للتغييرات اللي عملها. برضو انا انبسطت النود لصالح جمعه، العشر دقايق الاخرانيه دول ممكن تبقى بدايه برضو وترجع رجله في الملعب. مكاسب كتيره جدا جدا ان شاء الله. اكيد النهارده جمهور النادي الاهلي اطمن برضو على فرقته، بتدي ثقه للجمهور والنادي الاهلي. زي ما احنا قلنا قبل كده ان انت ما بتخافش من الفرقه اللي قدامك، انت بتخاف من نفسك. النهارده اطمنا على انفسنا وبقينا حاسين ان النادي الاهلي له شخصيه وانه قادر على المكسب وعلى ان شاء الله باذن الله المنافسه، وربنا يوفق في اللي جاي ان شاء الله. كابتن بلال، لا النهارده ستايل للنادي الاهلي، يعني هو ده اللي فرق مع النادي الاهلي النهارده، الستايل بتاعه. الفرق الكبيره عندها ستايل، لما بيتغير الستايل ده في المباريات بيبان شكلك وحش، بيبان شكلك ان انت مش انت، انت مش النادي الاهلي. الماتشات اللي فاتت ستايلك متغير مختلف تماما. النادي الاهلي المفترض ان هو الضغط، استحواذ، سرعه التحضير، سرعه الاداء، استغلال الفرص، هي دي شخصيه الفرق الكبيره، هو ده الستايل بتاع الفرق الكبيره يا كابتن. احنا ما بنلعبش على الهجمات المرتده، انت الانديه الكبيره ما بتلعبش على الهجمات المرتده ولا الكرات الطويله. النهارده شفنا النادي الاهلي بيحضر بشكل سريع جدا، بيستحوذ في نص ملعب بشكل كبير جدا. اللعب الفردي واللعب الجماعي، النهارده في اداء جماعي وفي اداء فردي من اللعيبه، الاثنين موجودين. الاداء الجماعي الحاجات الصغيره بتتعمل، الدبل باس اللي بتتعمل، الوان تو هات، الحاجات الجمل التكتيكيه الصغيره اللي بتحصل النهارده او اللي حصلت النهارده في المباراه، بالاضافه للامكانيات الفرديه بتاعت اللعيب. النهارده رمضان صبحي بامكانيات فرديه بهجمه مرتده بيستغل المهارات بتاعته، لحسين الشحات بيسجل الهدف الاول، كره جماعيه النهارده، ضغط في الهدف الثاني نموذج جدا، عمرو السوليه بتتلعب شبه رائعه جدا لاجيه اللي قلنا من بدايه المباراه، لما تجيلك فرصه، ودي اتكلمنا عليها يمكن يا اسلام من قبل ما قلنا لما تجي اجيه بالذات لما يجي الفرصه لازم من مره واحده، النهارده دي عملها من مره واحده، ممكن في بعض الاوقات يرقص وتمشي برضه يا كابتن، لكن عشان تكتسب الثقه دي لازم تشتغل في الحته دي. فالنهارده النادي الاهلي لا، رجع لستايله الطبيعي، النادي الاهلي اللي بيستحوذ، اللي بيضغط من رجل لرجل، المهارات الفرديه بتاعت اللعيبه، تسجيل الاهداف واستغلال الفرص. النهارده برضه الميزه الكبيره بالنسبه لك ان انت اول فرصه جات لك استغلتها، ثاني فرصه جات لك برضه استغلتها، لو اضعت الفرص خد بالك بتبعد شويه، الثقه بتروح شويه. اللي بيخلي اللي خلى النادي الاهلي النهارده كمان يتفوق بشكل كبير انك انت لما سجلت الهدفين في اول ثلث ساعه خلاص على نفسك اتسهلت الامور، دخلت يعني خلاص خرجت المقصه بره الجيم، ما اديتوش فرصه ان هو يبقى في عنده تحدي كبير داخل المباراه، طلعته من الجيم. فالنهارده لا، شكل النادي الاهلي مختلف تماما، اللعيبه النهارده الروح القتاليه كمان النهارده، كل الكرات الثانيه اللي اتكلمنا عنها لا النهارده من صالح النادي الاهلي، حتى الهدف الثالث نموذج للكره الثانيه، انت بتطلع الكوره الكوره بتتلعب في ال 18 بتطلع تاخد الكره الثانيه رمضان صبحي بيسجل هدف. طيب. فالنهارده لا السبيريت موجوده. النهارده عايز برضو احيي يمكن جونيور اجاي، كل اللي اتكلمنا عنه اسلام الشوط اللي يمكن قبل المباراه هو ده اللي حصل النهارده، اللعب السريع، لمسه ولعبه، المهاره ابتدى كمان حتى لما سجل الهدف ابتدى يرفع الكوره بشكل كويس قوي، ابتدى يرقص، ابتدى يبقى له شكل مختلف تماما، ولكن ستايل بتاعه ما اتغيرش، بيباصي لمسه ولعبه، التحرك لمسه ولعبه، التحرك لمسه ولعبه، التحرك. والحقيقه عجبني جدا مستر لسارتي بعد التغييره بتاعته، لان ما كناش ناقصين النهارده يبقى يحصل فيه اصابه كل ما حد يقع انا وبلالكم نتفرج مع بعض، كل ما حد يقع يقول لي يا رب اصبر. فلا الاهلي النهارده الحقيقه يعني طول ال 90 دقيقه شابوه النهارده لعيبه النادي الاهلي، واداره اللقاء كانت جيده جدا يعني. الحقيقه برضو انا حاجه مهمه عايز اتكلم فيها مع حضراتكم، خلال الكام يوم اللي فاتوا او منذ بدات ان اتواجد هنا في ملعب الاهلي الحقيقه، وانا دايما بتكلم مع حضراتكم اصبروا، دايما بقول لكم خلي عندكم الامل، خلي عندكم العزيمه ان احنا راجعين، خلي عندكم العزيمه ان احنا دايما موجودين ودايما يظل دائما النادي الاهلي موجود، حتى واحنا وحشين بنكسب، حتى واحنا وحشين بنكسب. ولكن البدايه النهارده احنا مبسوطين وفرحانين وكل حاجه، وشوط اول
على احلى ما يمكن واروع ما يمكن. كابتن ماهر قال لي كلمه شوط نموذجي. شوط نموذجي الشوط الاول. انا من وجهه نظري ان المباراه كلها نموذجيه، لان انت شوط بتلعبه بطريقه معينه، الشوط الثاني غيرت الطريقه لشكل ثاني خالص وطريقه ثانيه خالص ومنظر ثاني خالص. ممكن تحصل في اي مباراه ان انت، لان انت عارف ده مدرب واعي وفاهم ان لياقتك البدنيه الهدف الشوط الاولاني عدل الهدف لا، ولياقتك البدنيه مش هتسعفك ان انت تقدر تضغط طول ال 90 دقيقه من قدام. وبالتالي طبعا انا رجعت لنص ملعبي واستنيت وخدت الكره بعد كده ومشيت. فالحقيقه انا شايف ان هي مباراه نموذجيه. احنا لما بنقول لحضراتكم اي كلام هنا في ملعب الاهلي دايما ما بنقولوش لمجرد ان احنا بنتكلم وخلاص، احنا عارفين ايه اللي بيحصل، عارفين الدنيا ماشيه ازاي، بنحاول نقول لكم الحاجات اللي احنا نقدر نقولها لكم من خلال ملعب الاهلي. في حاجات طبعا ما بنقدرش نقولها، لكن النادي الاهلي هو كده، هو ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي على فكره، وهو ده المستوى الطبيعي للنادي الاهلي. انا شايف بقى الفيز يعني كل الناس على السوشيال ميديا عماله ايه يعني خبوا عيالكم بقى الاهلي جاي خبوا عيالكم والكلام ده كله. يا جماعه ده الطبيعي والله، ده الطبيعي، ده النادي الاهلي الطبيعي. عندنا مجلس اداره، خدوا بالكم عندنا مجلس اداره، احنا ما بندافعش عن مجلس اداره، خدوا بال حضراتكم، احنا بندافع عن اسم نادي او بنتكلم عن اسم نادي. عندنا مجموعه بتشتغل عملت ايه، شايفه ان في ناقص هنا وهنا وهنا وهنا، جابت اللعيبه دي وحطتها علشان حضراتكم تشوفوا البدايه الكويسه. وجهه نظرنا كلنا النهارده ان دي بدايه كويسه لعوده التنافس على الدوري العام مره اخرى. النهارده بس البدايه، بس لسه في احسن من كده. تخيلوا بقى كابتن وجماعه برضو نتكلم مع بعض في الموضوع ده، تخيلوا بقى لما وليد سليمان يرجع، ولما صح. احمد فتحي يرجع، لما حسام عاشور يرجع، لما وليد ازارو يرجع، وبقيه المصابين طبعًا يرجعوا، محمود وحيد يخش يلعب، ومحمد محمود، رامي ربيعه، كل المجموعه المصابه. تخيل حضرتك هيبقى عندك تيمتين فرقتين حاجه 13 لعيب يا اسلام. لو يعني لو بصينا لينا خارج القايمه 13 لعيب ومعظمهم لعيبه دوليين ومعظمهم لعيبه مؤثرين، فانت النهارده عندك تيم تاني خارج الملعب كلهم اسماء ما شاء الله يعني تخض وترعب. يعني عشان كده انا في مكسب مكسب يعني سيبك من اللعيبه الكبيره اللي بتلعب، اللعيبه مثلا واحد زي محمد هاني ما بيلعبش في مركزه، بيلعب مساك من احسن الناس اللي موجوده واحسن المباريات، نجم المباراه. ياسر هايل النهارده، انا بتكلم على التحديد على المساكين عشان ده مكاننا انا وكابتن ماهر. فالاثنين فعلا كل كوره اتلعبت صح، كل اشتراك قوه سواء على الارض او فوق. طبعا ده مجلس الاداره كابتن حش، انا اسف ده طبعًا. مجلس اداره النادي الاهلي وهو يؤازر فريق كره القدم ما قبل بدايه المباراه، زي ما شايفين حضراتكم كابتن خطيب ده قبل المباراه. كابتن خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، الاستاذ خالد درندلي امين الصندوق، الاستاذ خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، طبعا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين هو ده دايما اللي احنا بنتكلم فيه، وعشان كده انا بقول لحضراتكم ما تقلقوش والله ما تقلقوا. انا عايز حضراتكم دايما تبقوا مبسوطين. الناس عماله تقول لي يا جماعه والله اصل احنا عارفين اللي بيحصل، كابتن ماهر كابتن حشيش كابتن بلال عارفين ان دايما بتحصل كبوات وبتحصل امور عادي جدا يا جماعه، طبيعي طبيعي. وفي وسط هذه الكبوات انت ماشي والناس كلها خايفه منك صحيح. فما بالك لما تحط كل الاضافات الجديده اللي انت عملتها والكلام ده كله. وبالتالي الكلام اللي احنا بنتكلم فيه مع حضراتكم ما هي الا، وده اللي لازم نحطه قدامنا النهارده، ما هي الا مجرد بدايه جيده للنادي الاهلي سواء شوط اول او شوط ثاني يا كابتن ماهر. ودي مصداقيه انت بتنقلها لجمهور النادي الاهلي ومحبين النادي الاهلي من خلال لاعبته الدوليين اسلام وحشيش وبلال، فده شعور احنا وماهر همام واحنا بنراهن عليه. النادي البطل، نادي القرن، كيرف ينزل بيه حسب طبيعي. الظروف الصعبه بتمر ومرت على جميع المراحل، يمكن مرت علينا احنا ويمكن عليكم وجيل اللي قبلينا وجيل بركات وابو تريكه، لكن العوده بتاكد سمه هذا البطل وقيمه هذا البطل بالظبط لعبته مجالس ادارته وجمهوره، فكيان كبير يا اسلام. يعني فعوده النادي الاهلي النهارده احنا كلنا مبسوطين، كلنا فرحين، حتى مجلس اداره كابتن محمود الخطيب ورجاله بيساندوا اللعيبه وعندهم ثقه كبيره جدا في هؤلاء اللاعبين.
احنا يمكن اتكلمنا قبل ما نطلع على الهواء قلنا ان معظم اللعيبه اللي موجودين لعيبه كوره صح، ولعيبه موهوبين ولعيبه عندها تحرر ولعيبه عندها مهاره ولعيبه عندها شخصيه ولعيبه عندها دوافع. فالنهارده بيترجم الكلام ده داخل الملعب شوط من اروع الاشواط اللي احنا شفناها. ثلاث اهداف جمل تكتيكيه اتعملت ببراعه من رمضان الصبحي برؤيه باص لحسين شحات بيسجل اول هدف بيدي ثقه، الهدف الثاني لاجايي نفس الكلام السوليه بباص ورؤيه وشب زي ما انت قلت يا اسلام شكله جميل قدر اجايي يترجمها بهدف، الهدف الثالث بكعب رجل ما اروع اهداف رمضان يمكن ياسر طلع في الهواء وصلحها له وبعدين تحت ضغط عملها مفاجاه لاحمد عادل عبد المنعم اللي انا بحييه بقى كمان اسلام خلال الشوط الاولاني انه انقذ يمكن هدفين. احمد عادل عبد المنعم النهارده بيعتبر نجم المقصه صحيح. الاول انقذ هدفين او ثلاثه من العمق نتيجه ان هو لعب كاليبرو وغطى ورا خط ظهره كانت ممكن النتيجه تزيد اكتر من كده. وانا كنت عايز اخد حظ وحش بقى ان الاهلي فايق النهارده فهي دي المشكله. لا كل اللي جايين بقى حظهم بالظبط يعني ما احنا بقى كل اللي جايين ما خلي بالك احنا الفتره اللي جايه طبعاً. لن نقبل انا عايزين حد يجي بقى ان شاء الله باذن الله ما حدش هيقبل بقى اللي من كده. انت عارف يا اسلام برضو في النهارده من يعني حاجه مهمه جدا يا بلال الفرق الكبير اللي حصل في الفرقه من التدعيمات اللي حصلت. انت بتتكلم على ياسر ابراهيم التدعيم اللي جه في يناير فارق جدا مع خط الظهر النهارده بالاجاده بتاعته. لا معلش يا سمير بعد اذنك هات لي اللقطه دي من اولها. لا لا من اولها ارجع سنه كده كمان ورا معلش عشان ده معلش انا اسف. لا لا اتفضل اتفضل عشان دي مهمه جدا. بصوا اللعيب الكبير بيفرق في ايه؟ مش ان هو يجيب جون حلو لا بيفرق جوه الملعب وبره الملعب كمان. عشان كده احنا امبارح عملنا حاجه اسمها في ملعب الاهلي لاعب افريقي بيروح الفانيلا الحمراء. امبارح عملناها اجايي لما اتكلمنا على اجايي بصوا بقى حضرتك بيعمل ايه؟ بيقول لهم كلكم تعالوا كلكم لا لا بص كلكم كلكم بص عمال يعمل لهم ازاي؟ كل اللي قاعدين كل اللي قاعدين والناحيه الثانيه هتيجي اللقطه معرفش هتيجي ولا مش هتيجي لاسارتي راح للدكه قال لهم كلكم قوموا روحوا بص دي كانت لفته حلوه قوي بص لاسارتي ورا اهو قوموا بيقول لهم قوموا وروحوا لل لفته لفته حلوه جدا جدا. فبيني وبينك برضو حاجه جميله جدا عشان كده بقول لك هو ده هو ده احنا بقول لحضرتك امبارح احنا عملنا هنا في ملعب الاهلي حاجه اسمها اللاعب افريقي بيروح الفانيلا الحمراء. روح الفانيلا الحمراء انا عارف الكلمه دي بتضايق ناس كتير والاهلي فوق الجميع والكلام ده انا عارف ان هو بيضايق ناس كتير بس هي دي الحقيقه هو ده اللي حضراتكم شايفينه اهو بصوا اجايي عامل كله تعالى كله هو ده الروح يا بلال خد بالك اسلام لاسارتي خد بالك مشاركه المدير الفني معاك في الفرحه دي مهمه جدا طبعا جدا المدير الفني شاركك طبعا تفاعل مع اللعيبه حمدي فتحي وهو طالع لو عندك اللقطه دي برضو يا سمير لو سمحت وهو طالع قاعد عمال يعمل عمال يسقف لحمدي فتحي عمال يعمل كده وكان حمدي فتحي وبسم الله ما شاء الله عمل مباراه بسم الله ما شاء الله ما شاء الله يعني خشب اهو ايوه انا قلت له حط لنا البتاع دي خشب عشان ايه احنا اليومين دول محتاجين كده ما حسيتش لعبتني عمال يسقف له بلا قال لي بص بيسقف لحمدي فتحي وهو طالع ازاي فالحاجات دي الصغيره دي يمكن ما حدش ياخد باله منها بس تفرق مع ناس مهمه جدا تفرق كمان مع لعيبه اسلام انت يعني هو بص انا بس جيبوا لي لقطه لاسارتي وهو بالاول بقى لاسارتي وهو بيسقف لحمدي فتحي احنا عارفين شكل بقى حمدي فتحي يا جماعه هاتوا لنا في ناس ما تعرفش لسه هاتوا لنا اهو بص بقى بص بص لا لا وشغال شغال بص يا كابتن لغايه ما خرج بص صح مظبوط كملها بقى سيبها صحيح صحيح اهي لا وباصص له يعني هو بيسقف له هو المدير الفني بتاعك دي حاجات لا دي حاجات وانت خارج يعني حاجه لا في مديرين فنيين يبصوا الناحيه الثانيه يعني خالص مركز في الماتش مدارس في لا خد انا لا انا بتعجبني اكتر بقول لك يا اسلام اللقطه اللي فاتت ان المدير الفني شاركك في فرحه الهدف طبعا جدا 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 انا بطبيعه الحال في مديرين كتير فنيين بيسقفوا وانت خارج بره وبيسلم عليك يعني لكن كون انه يشاركك في الفرحه دي حاجه كبيره جدا بقول لك طبعا ويشارك كل اللعيبه اللي على الدكه دي بتعمل يعني بتعمل وحده كبيره جدا داخل الفريق بتخلي كل الفرقه بتشعر ان المدير الفني ده واحد مننا فعلا مش هو بيفكر في مكان واحنا في مكان تاني او هو عنده منظور مختلف هو بيتعامل مع ان هو المدير الفني الراجل الكبير قوي واحنا برضو اللعيبه يعني في فرق ما بيننا هو بيحاول يضيق المسافات دي بيحاول يضيق المسافات اللي ما بين المدير الفني وما بين اللعيبه عشان الامور تبقى اقرب بكتير جدا وده اللي شفناه في اللعيبه يعني مفيش لعيب بيغير في النادي الاهلي وزعلان ومتضايق أيوة لا كل لعيب بيغير عادي يعني خارج ومبسوط مفيش ما عندوش مشكله ما عندوش ازمه دي مهمه جدا التعامل النفسي بتاع المدير الفني مهمه جدا خاصه في التوقيت ده الاهلي زي ما انت بتقول زي ما الكباتن قالوا بيطلع جاي لقدام
المدير الفني مهم. بالظبط الخطوه الاولى المدير الفني مهم اكبر بكتير جدا او تكاد تكون ايكوال مع موضوع مع حته ان انت بتدي له فني او بتدي له تاكتكس مهمه جدا انك انت نفسيا ازاي تعامل اللعيب ازاي نفسي اللعيب اللي هو قليل النهارده ازاي تخرجه اللعيب النهارده اللي فايق ازاي تزود النهارده التغييرات بتاعته حتى كمان في التغييرات بص يا اسلام يعني النهارده التغييرات اللي حصلت بيغير مين بيغير صالح جمعه عايزه لعيب امكانياته كبيره ما سابوش على الدكه النهارده كسبان انزل ما عندكش مشكله النهارده برده بيغير احمد علاء كان حصل له برده قبل كده دروب في بعض الماتشات وخرج نتيجه فالنهارده برده بيحطه بيقول له لا انت ليه هيبقى ليك مكانه الفتره اللي جايه فدي برده تغييرات نفسيه شويه تغييرات تفرق مع اللعيبه عشان ما يخرجش اللعيبه كمان اللي بره ما يخرجهاش بعيد قوي لا انتوا موجودين دي مسج برده للعيبه يا كابتن اللي مش موجوده انتوا موجودين لا معانا الفتره اللي جايه فكل واحد بيتعامل مع المدير الفني كانه عنصر اساسي من الفريق وهو اللعيبه كلها عناصر اساسيه بس عشان ما حدش يخرج من بره انا عايز اكد برضه على النقطه اللي ما حدش اكملها الناس كلها كانت منتظره من مجلس الاداره تدعيمات في يناير النهارده شفنا اثر التدعيمات النادي الاهلي بيختار اللعيبه اللي محتاجها كمان لسه اللي محتاجها كمان لسة. يعني النهارده ده طبعا بدايه كويسه وكل حاجه لكن في احسن من كده 100 مره انا عايز اقول لك يا اسلام مين اللي موجود النهارده برضو من التدعيمات ياسر ابراهيم مهم قوي في الحته دي لو ما كنتش جبت مدافع ما كانش النهارده كانت هتبقى عندك مشكله كبيره جدا حمدي فتحي النهارده ما حدش حس انه غريب عن الفرقه صح. زي ما قلنا كنا بعض الناس متخوفه انه لسه جديد على الفرقه وهيبدا ماتش صعب لا النهارده من احسن الناس اللي موجوده بالزبط. النهارده كذلك رمضان صبحي تدعيمات الجديده حسين الشحات يعني كل التدعيمات اللي في مكانها النهارده شايفين اثرها فرقه جامد قوي فدي حاجه تحصل وفي نقطه كمان اتفضل قوي غير الجانب النفسي اللي الراجل اضافه للعيبه واضح قوي ان هو بسرعه قدر يحل لنا الجانب البدني اللي احنا كنا بنشتكي منه من خلال المباراه قبل كده ذكاء وبعدين كمان حتى الجانب الفني الجانب التكتيكي احنا شفنا النهارده النادي الاهلي بيلعب باسلوب في الشوط الاولاني وبيلعب باسلوب في الشوط الثاني الله ينور عليك يا كابتن فده اسلوب تغيير طريقه اللعب بترجع للراجل نفسه هو صاحب القرار فيها فطبعا بنحييه من خلال لا يعني خلي بالك كمان مش اي حد ياخد القرار ده ان انا ارجع بعد الشوط الاولاني العالمي ده ان انا ارجع ان اعمل كده بس ده حد حافظ فريق الوقت قليل كمان ما كانش ينفع الفرقه تعمل قليل جدا انك انت تضرب المظهر ده احنا حتى يمكن في كذا استوديو قلنا قبل كده الراجل ده محتاج من 6 اسابيع لسبع اسابيع لحد ما يبدا يتعود على الفرقه وطريقه لعبه واسلوبه واضح قوي ان هو من ذكائه انه دخل بسرعه جدا من العامل النفسي قربه للعيبه وحته ان هو بيديهم الثقه وان هو بيديهم الامان في نفس الوقت بدنيا قدر يرجع لنا الجزء اللي كان عامل لنا مشكله وصداع في دماغنا الشوط الثاني النادي الاهلي ما كانش موجود بصفه اساسيه الجانب الفني ساعدوه اللعيبه من المهاره الفرديه اللي موجود عليها اللعيبه حتى الجانب التكتيكي النهارده 3 اجوال يا اسلام جمل تكتيكيه من خلال العمق من تحركات وتحرر من لعيبه النادي الاهلي فده بيرجع للجهاز الفني هو زي ما اسلام كان بيقول كمان حته مهمه جدا انه تغيير الطريقه دي لصالح الفرقه لان ما كانش ينفع يلعب ضاغط زي الشوط الاولاني من قدام بالظبط فرجع قال لك قرار مدير فني بالظبط هو يستحوذ في نص ملعبه استهلاك وقت عادي وهو يبقى مقفل المساحات ودي فرقت جدا جدا يمكن لو كنا لعبنا بنفس الطريقه كان ممكن برضو اللياقه البدنيه نازله شويه كان ممكن يحصل اختراقات وهتفتح عندك في الناحيه الدفاعيه صعب مفيش تيم في العالم كله مهما كان امكانياته بيلعب المباراه 90 دقيقه ضاغط على الفرقه اللي قدامه يعني مش موجوده فاهم قصدي؟ صح فبرضه من نوع من انواع الذكاء هو خلاص انت بتقرا المدرب اللي قدامك عارف فرقه المقصه كويس اكيد اتفرج لها على اكتر من ماتش واتفرج اكيد على الماتش اللي فات خلاص فرقه المقصه تبتدي تهاجم فانت تبتدي تقفل في نص ملعبك وتلعب على الكاونتر اتاك طيب خلينا نروح لمراسلنا كريم احمد من ارض الملعب ومعاه احد نجوم هذا اللقاء حسين الشحات يا كابتن اسلام الشاطر برحب بيك في البدايه وكل مشاهديك نجوم الاستوديو التحليلي معايا واحد من نجوم النادي الاهلي ونجم المباراه طبعا كابتن حسين الشحات مبروك حسين النهارده مباراه جيده انا عارف الاحتفال النهارده يمكن كان ليه طقوس خاصه معاك ان العشره ونادي مصر المقاصه انا عارف الامر ده لكن بتشوف الجيم ازاي وبتشوف الاداء المميز للنادي الاهلي النهارده ازاي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الحمد لله على المكسب اهم حاجه يعني المكسب احنا كنا محتاجينه جدا الفتره ديت محتاجين ان احنا نلعب على المكسب الفتره الجايه كل مباراه فطبعا يعني النهارده بنلعب مصر المقاصه فريق محترم وفريق كبير فطبعا كنا عاملين حساب واللعيبه كلها والجهاز وكله فحتى اتكلمنا مع بعضينا
طبعا الاحتفال ما ينفعش احتفل مع مصر قدام مصر المقاصه، مصر المقاصه بيتي اول فريق لعبت فيه في الدوري الممتاز وفضل كبير على حسين الشحات، فما كانش ينفع احتفل النهارده. فالحمد لله يعني اهم حاجه المكسب النهارده وافتكر اهم حاجه. النهارده يمكن جيم مميز جدا، بنشوف ثنائيات، بنشوف مربعات، بنشوف تحركات بشكل كبير. انا يمكن شايف وبنتابع في التدريبات مستر مارتن بيبقى تعليمات مكثفه ليك ولكل اللعيبه، النهارده في اختلاف شويه يا كابتن حسين. طبعا طبعا احنا زي ما بقول لك احنا محتاجين الفتره دي كنا محتاجين المكسب، فمحتاجين ان احنا مع بعض، محتاجين ان احنا كنا نبقى مع بعض كويس، محتاجين ان احنا نلعب اللعب زي ما انت بتقول دوت مثلثات ومربعات، كنا محتاجينه جدا النهارده. فاهم حاجه يعني زي ما بقول لك احنا لازم نرجع السكه. نادي الاهلي طبعا نادي كبير يعني بيلعب على بطولات دايما سواء الدوري افريقيا كاس اي بطوله، فالحمد لله احنا لسه الدوري في الملعب، فان شاء الله هنقدر نحقق الدوري ان شاء الله زي ما احنا كده ان شاء الله خطوه. تركيز عليه يا حسين الفتره الجايه، عندنا مباريات كتير جدا وعندنا بطوله افريقيا وبطوله الدوري شهر 2 كمان مليء بالمباريات، ازاي تقدروا تتعاملوا مع الامر ده ومع التلاحم الكبير من المباريات يا حسين؟ طبعا يعني اهم حاجه التركيز، ماتش الماتش الماضي احنا خلاص خلصنا مصر المقصه النهارده، ان شاء الله ربنا يكرمنا هنبدا صفحه امبي ان شاء الله المباراه الجايه، دجله قصدي دجله المباراه الجايه، فطبعا ربنا يكرمنا ان شاء الله ونكسب ودي نكمل في الدوري، بعد كده نقفل الدوري ان شاء الله بعد كراكس افريقيا. بس اهم حاجه مباراه دجله الماتش الجاي دي اهم حاجه ان شاء الله. اتمنى حضور الجمهور يا حسين. طبعا طبعا اتمنى حضور الجمهور، جمهور الاهلي طبعا عظيم، بيقدر يفوق كل لعيب، بيقدر يخلي لعيب يطلع اللي عنده، فان شاء الله اتمنى الفتره الجايه يبقوا موجودين اكتر ان شاء الله. طول عليك، لكن اخد منك رساله لكل جمهور النادي الاهلي، منتظر منك كتير ومنتظر من اللعيبه ان شاء الله تكونوا على قلب رجل واحد كالعاده. كابتن حسين الشحات ممكن يقول لكل الجمهور اللي مش متواجد والجمهور اللي بيكون متواجد؟ والله بقول لهم ان شاء الله ما تقلقوش، خليكم دايما عندكم ثقه في لعيب النادي الاهلي، ونادي الاهلي نادي كبير، النادي الاهلي ما يعني بيمرض بس ما بيموتش، وان شاء الله الفتره الجايه هيقدر يقوم وهيقدر يحقق الدوري يحقق افريقيا ان شاء الله الفتره الجايه. حبيبي الله يبارك فيك حبيبي. بنشكر اكيد كابتن الكبير كابتن حسين الشحات واحد من نجوم النادي الاهلي النهارده. يا كابتن اسلام في اختلاف كبير للنادي الاهلي، اختلاف بشكل كبير جدا في الاداء وفي الاصرار وفي العزيمه، واضح بشكل كبير مستر مارتن لاسارتي بيحفظ جمل تكتيكيه اللعيبه، يمكن النهارده كانت فايقه بلغه الكره، بتمنى الاستمرار على المستوى المميز ده بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله. خلال الفتره القادمه النادي الاهلي سلسله الانتصارات تعود من جديد ويعود النادي الاهلي من جديد يا كابتن اسلام الى مكانه الطبيعي وهو المركز الاول، ومنها ان شاء الله الحفاظ على بطوله لقب الدوري العام. مستمرين معاك يا كابتن اسلام كالعاده من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ولقاءات خاصه عقب فوز النادي الاهلي على فريق مصر المقاصه. عوده ليك يا كابتن اسلام وكل نجوم الاستوديو التحليلي. شكرا جزيلا يا كريم، مستنيينك برضه. عندنا النهارده مجموعه جيده او مجموعه جميله من اللاعبين الحقيقه، كلهم النهارده كلهم نجوم للمباراه، ولكن لو قلنا من هو نجم المباراه انا هخليني في الاخر. اتفضل يا كابتن. انا النهارده بقول نجم المباراه واحد بس، محمد هاني. محمد هاني او بنقول له كل سنه وانت طيب، كمان عيد ميلاده. عيد ميلاده النهارده؟ عيد ميلاده بكره. هو بكره. كل سنه وانت طيب يا هاني، ويعني عقبال 100 سنه ان شاء الله. هو نجم المباراه حقيقه محمد هاني. طبعا اداء مميز، كان هايل في كل التحركات، بيلعب في حته برضه باكد انها مش بتاعته ويطلع نجم المباراه واحسن لعيب، فدي حاجه تحسب له يعني. بلال انا جاي اجاي بشوف النهارده. طب ما تبص الرصات الحربه انت عارف. لا النهارده جاي يستحق النهارده. لا بص الحقيقه كابتن النهارده الشغل اللي عمله النهارده في الملعب، شغل الهجوم والتحركات الهجوميه وازاي يفضي مساحه وازاي يتحرك على الاطراف ويتحرك في القلب وتسجيل الهدف ومساعدته في الهدف الاول ومساعدته برده في الهدف اللي جه اللي جابه هو من الاول من بدايه اللعبه، اجاي هو اللي اتحرك في الكوره. فالنهارده لا اجاي النهارده لعيب يعني رجوع مهم جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي، اداء رائع جدا، ممتاز، متميز جدا، الثقه اللي خدها النهارده بالهدف طبعا واداء المتميز النهارده يديله النهارده نجم المباراه يعني. طيب خلينا برضو نروح لملعب المباراة ونشوف أيضا واحد من نجوم المباراة حمدي فتحي هيقول لنا إيه مع كريم أحمد. معاك يا كابتن اسلام شاطر، كل مشاهديك ومتابعيك من خلال ملعب الاهلي. واحد من النجوم النهارده يمكن حمدي فتحي ادى دور اكثر من رائع النهارده في اول مباراته. كابتن حمدي ببارك لك النهارده على الاداء الاول، كان في اصرار وتركيز باين عليك من البدايه، وكمان فوز مهم جدا امام فريق مصر المقاصه، بتشوف النهارده المباراه ازاي وايضا كمان ادائك المميز ده كابتن حمدي؟ الحمد لله طبعا على المكسب، مكسب كبير طبعا، كنا بنلعب فريق كبير وكنا مركزين كويس جدا من ساعه ما رجعنا من السفر، واحنا مركزين لفريق مصر المقاصه، عارفين انه عنده لعيبه كويسه، ومستر لاسارتي بصراحه يعني جاب لنا كل نقط القوه عندهم ونقط الضعف، وعرفنا الحمد لله نلعبهم، والحمد لله يعني احنا دوسنا عليهم من الاول وخلصنا الماتش حتى في الشوط الاول يعني الحمد لله يعني. الانسجام وقصه الانسجام دي خلاص ان احنا نسيناها، بنشوف حمدي بيشارك بشكل مميز جدا، حسين بيشارك بشكل مميز جدا، قول لي سر الانسجام السريع ده، هل نقدر نقول استقبال لعيبه النادي الاهلي ليك وتدعيمهم الكبير مع الجهاز الفني، ولا بتشوف الامر ده ازاي يا كابتن حمدي؟ دي حقيقه يعني، دي حقيقه بصراحه يعني، اللعيبه الكبيره على طول بتتكلم معانا، وكلنا يعني كلنا مجموعه واحده يعني، ما فيش فرق بين جديد وقديم وكبير وصغير بصراحه يعني، الكباتن الكبيره بصراحه يعني مجمعين الفرقه وكلنا بصراحة مجموعة واحدة يعني، فربنا يكرم إن شاء الله يعني الفترة الجاية ونحقق حاجة كبيرة النادي الأهلي إن شاء الله وجمهور النادي الأهلي. أب
ابرز اللي تعلمت اللي قالها مستر مارتن ليك والكابتن يوسف الكابتن سيد ركزوا معاك عليه قبل المباراه لان كان واضح ان في تركيز كبير قوي منك يا حمد؟ اه طبعا يعني هم حتى اتكلموا معايا قبل الماتش وقالوا لي بدايه موفقه يعني ان شاء الله وفي الاول كده العب السهل والحمد لله يعني ربنا كرمنا النهارده والمهم بس ان احنا حققنا الثلاث نقاط. جمهور النادي الاهلي منتظر منكم كتير يا حمدي انتوا وكل اللعيبه والنادي الاهلي الاول وحشك الجمهور طبعا ان يكون متواجد في المدرجات. اه دي حقيقه بصراحه ان شاء الله خير يعني الفتره اللي جايه وبقول لهم ان شاء الله يعني الفتره الجايه تكون احسن من الفتره اللي فاتت وان شاء الله دوري النادي الاهلي ان شاء الله. حمدي الله يبارك فيك شكرا. بنشكر اكيد حمدي يمكن واحد من النجوم النهارده حمدي فتحي واحد من نجوم النادي الاهلي الحقيقه يمكن الكل النهارده كابتن اسلام كان على قلب رجل واحد اداء اكثر من رائع لفريق النادي الاهلي كمان يمكن هينضم لي في خلال لحظات المدير الفني لفريق النادي الاهلي مستر مارتن لاسارتي اللي يمكن شغل كبير جدا بيبذل خلال التدريبات حابين طبعا في البدايه نوجه له كل الشكر والتقدير بنشوف تركيز كبير جدا في التدريبات بيحفظ اللعيبه جمل تكتيكيه بشكل مميز جدا النهارده في اختلاف في الاداء في اختلاف في الشكل في اصرار وعزيمه حابب يقول على الجيم النهارده rendimiento y la técnica de equipo. Sí, yo creo que al final lo que uno entrena, si lo repites, al final se nota. Estamos trabajando mucho. Pero en realidad son los futbolistas que están trabajando mucho, ¿no? Y bueno, y nada, un partido más, estamos muy contentos. ماتش تاني واحنا مبسوطين. وبن رينديمينتو سوبر تو ان البريمير تيمبو. اهم حاجه الاداء في الشوط الاولاني كان فوق كل حاجه كان كويس. كريموس سيجير كريسيندو نو؟ كريموس سيجير كريسيندو كوم ايكيبو نو؟ عايزين دايما كوم كلوب كي مو جراند نو؟ نزيد كفريق والنادي اوريدي كبير فعايزين كفريق نزيد اكتر. كمان من الاشياء المميزه ان الصفقات المتواجده مع النادي الاهلي هي اللي بتحرز اهداف، يعني الانسجام كان سريع مع فريق النادي الاهلي. ده بيعود للجهاز الفني بتاهيله النفسي لكل اللعيبه بيشوف الانسجام السريع ده ازاي وبيشوف احراز الاهداف مع الصفقات الجديده ازاي Sí, yo creo que algún de ellos, alguno, por ejemplo, en el caso de Hamdi Fatih, مثلا حالة حمدي فتحي في اول دقايق hubo como si llevara mucho tiempo con nosotros. اللاعب كانه موجود معانا بقى فتره طويله. Yasser jugó mucho mejor que el partido anterior, hizo un buen partido. واحسن بكثير من الماتش اللي فات والدفاعين كان كويس. Todos tuvieron una buena labor. وشايف ان الكل كان عامل شغل كويس. Nos está costando, por ejemplo, mantener un equipo, repetir un equipo. ده بيكلفه ان احنا نحافظ على نفس الفريق دايما في نفس الماتشات. بسبب الاصابات وفي كروت كمان. Pero la verdad que en ese aspecto bien, estamos contentos. بس انا عامه مبسوطين بالاداء كويس. عوده اللعيبه العاديين من الاصابه هيزودوا قوه النادي الاهلي بينتظرهم اكيد مستر مارتن لان اكيد الفتره اللي جايه في تلاحم كبير جدا للمباريات بيشوف الفتره اللي جايه ازاي مع فريق النادي الاهلي. Bueno, eso es posible, no lo sabemos, se supone. لا نفترض cuando hay jugadores que لما يكون في لاعبين موجودين معانا عندهم خبره وعندهم خبره كتير في اللعب وبيكسبوا قبل كده بطولات وماتشات en teoría debería darnos فده المفروض يدينا افضليه pero el fútbol es presente بس كل حاجه بتبقى بالنسب así que bueno estamos contentos con lo de hoy ojalá que los tengamos a todos مبسوطين بالحاضر والاداء بتاع اللعب رسالة لكل جمهور النادي الاهلي منتظر الكثير من اللاعبين منتظر الكثير من مستر بارت لاسارتي حبيب يقول لكل جمهور النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية. público que espera mucho del míster y de los jugadores. No, bueno, el mensaje es el de siempre. Sabemos que es un público, bueno, inmenso. عارف ان الجماهير كبيرة وعريضة. Lógicamente tenemos esa responsabilidad. Sabemos esa responsabilidad. فعارفين ان في مسؤولية كبيرة عليهم. Hoy, النهاردة. aficionado de la Lali. النهاردة es una cena más agradable. النهاردة كان عرض كويس. La gente está más contenta. والناس مبسوطة. Y uno sabe que eso es así. وعارف ان هي المفروض تبقى مبسوطة. Cuando uno está contenta uno sabe también que tiene responsabilidad. ولما يكون الجماهير مبسوطة عارف ان المسؤولية تبقى عليه دايما. Queremos seguir ganando, queremos conseguir cosas. عايزين نوصل لأهداف. Queremos que la gente esté contenta. ويكون الناس مبسوطة. Y fundamentalmente queremos conseguir objetivos, ¿no? Queremos lograr cosas. وأساس أهم حاجة عايزين نوصلوا للأهداف بتاعتهم. Gracias mucho. Perfecto. Thank you. بنشكر اكيد مستر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الاهلي زي ما اكدنا قلنا كابتن اسلام كان في تركيز كبير ويمكن الراجل بيشتغل كل التدريبات بيبقى فيه فقرات تكتيكيه وتدريبيه وتحفيز جمل بشكل كبير جدا الراجل النهارده راضي عن الاداء لفريق النادي الاهلي لكن بيقول لسه كمان الفتره اللي جايه منتظرين الكثير من فريق النادي الاهلي عوده اللاعبين المصابين ان شاء الله يكون في تدعيم كبير للنادي الاهلي 11 لاعب او 12 لاعب كمان يا كابتن اسلام غائبين عن فريق النادي الاهلي سواء في هذه المباراه او المباريات الماضيه لكن تدريجيا يمكن واحده واحده ان شاء الله كل اللعيبه تدخل
الكل من جديد في قائمه النادي الاهلي. مباراه دجله ان شاء الله القادمه، سعد سمير متواجد، صلاح متواجد، رامي ربيعه يعود ان شاء الله من جديد، وعدد كمان من اللعيبه على راسهم حسام عاشور ان شاء الله يكون جاهز لهذه المباراه باذن الله. التوليفه تكتمل، الانسجام مطلوب، الجديه والعزيمه مطلوبه لفريق النادي الاهلي للحفاظ على سلسله الانتصارات سواء في بطوله الدوري العام وفي البطوله الافريقيه. عوده ليك يا كابتن اسلام، وان شاء الله نكون مستمرين معاك في خلال لحظات لقاءات اخرى من استاد برج العرب بعد فوز النادي الاهلي على فريق مصر المقصه. عوده ليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا كريم، مجهود رائع النهارده الحقيقه، حسين الشحات وحمدي فتحي واخيرا مارتن لاسارتي. اعتقد مارتن لاسارتي وكلام مهم جدا وكلام محترم الحقيقه. الكلام اللي حضراتكم كنتوا بتقولوه من شويه هو واضح ان هو متابع الاستوديو في الملعب ولا ايه؟ نفس الكلام تقريبا، ان هو احنا ما هي الا خطوه اولى للقادم يا كابتن ماهر. بالظبط، وعوده المصابين كمان، هو بيقول عوده المصابين برضك هتمثل لنا قوه ان شاء الله في رجوعهم مره ثانيه. وهو طبعا بيحيي اللعيبه على الاداء اللي عملوه من خلال ال 90 دقيقه، على الاهداف، على عوده المصابين، على الوجوه الجديده طبعا اذا كان ياسر ابراهيم او حمدي فتحي. عايز اقول لك يا اسلام ان المباراه اللي جايه مباراه كؤوس، يعني النهارده هنقفل ملف الفوز على المقصه بثلاث نقاط. مستر لاسارتي قال واللعيبه قالت ان هو بيحفظهم جمل تكتيكيه، بيحفظهم القوه اللي موجوده في الفريق الخصم، بيشوفوا نقطة الضعف اللي موجوده وبيحاولوا ان هم يشتغلوا عليها تكتيكيا من ناحيه الجمل اللي هو بيحفظها لهم. المباراه اللي جايه لا تقبل لقسم على اتنين، محتاجين المباراه اللي جايه بنفس الروح بنفس الاداء ثلاث نقاط نضيفهم على الثلاث نقاط، زي ما احنا قلنا ان فعلا الدوري ما زال في الملعب، ان المنافسه ما زالت موجوده. يهمنا جدا ان احنا نفكر في نفسنا بس، نفكر في ادائنا اللي احنا بدانا به، وعوده لاداء النادي الاهلي اللي فيه كل فنون كره القدم اللي احنا شفناها من خلال 90 دقيقه او 93 دقيقه 94 دقيقه. مهم جدا اللعيبه تعرف ان الفتره اللي جايه كل المباريات بالنسبه لها كؤوس. يعني ايه كؤوس؟ يعني لازم اكسب المباراه عشان اخذ ثلاث نقاط، افكر في اللي بعد كده. فنتمنى ان شاء الله نكون البدايه والانطلاقه للعيبه النادي الاهلي من مباراه المقص. كابتن حشيش، قبل بس برضو ما نروح لملعب المباراه، كريم بيجهز لنا حاجه جديده، لكن عايز اسال حضرتك عن مصر المقصه النهارده. مصر المقصه لم يظهر بشكل جيد منذ بدايه المباراه وحتى نهايتها، هل ده فرق مع النادي الاهلي ولا النادي الاهلي هو اللي كان افضل؟ هو فعلا مش المقصه اللي كان وحش، النادي الاهلي اللي كان كويس. نعم، النادي الاهلي اللي عرف يلعب. مستر لاسارتي كان قاري المباراه كويس، قدر يلعب عليهم، عندهم لعيبه، عارف ان عندهم لعيبه على مستوى عالي، مهارات عاليه في نص الملعب، قدر يضغط على اللعيبه من البدايه. يمكن انا اعتقد يا بلال ان المقصه اتفاجئ بالنهارده بالنادي الاهلي بالاداء، الضغط الامامي، ضغط امامي من كل حته، وبعدين ضغط مش واحد بس اللي بيضغط، ضغط جماعي في المناطق، يعني كل منطقه تلاقي 3 4 رايحين يضغطوا، وفي روح قتاليه على الكوره اللي هي غابت عن النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. دي اللي فرقت جدا، ودي اللي شلت حركه طبعا المقصه. كذلك برده كان عندهم اثنين، فوافي وانطوي، برده ما كانوش بيلعبوا، برده فرق معاهم الموضوع ده، يعني فوافي لعب الشوط الثاني لكن انطوي لم يكن متواجدا، غير موجود برده، يعني كان راس حربه تقيل هداف بيلعب برده في الحته الاماميه دي، برده فرق معاهم شويه. انما الاكثر هو اداء العالي جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي نزل مباراه من البدايه ضاغط زي ما قلنا في كل حته، روح قتاليه عاليه، ساعده كمان الاهداف اللي جت، الاهداف طبعا في الدقيقه 4 او يعني اول 5 دقائق بتجيب جون سهل لك شويه، جبت الجون الثاني. اصرارك كمان، كنت قاعد مع الكابتن ماهر بتفرج، اصرارك ان انت بعد الهدف الثاني عايز الثالث والرابع. بالظبط، ما اكتفتش، انت ضاغط على الفرقه و اللي مطلوب بقى حته صغيره يعني الفتره اللي جايه، ان احنا الحمد لله اطمنا على اداء النادي الاهلي سواء على المستوى الفردي والجماعي. المشكله اللي كانت مقابله النادي الاهلي الفتره اللي فاتت عدم الانسجام بين اللعيبه، لان كل مباراه بتلعبها بتشكيل مختلف نتيجه طبعا للاصابات اللي موجوده والنقص العددي. اعتقد انه هيبتدي بقى يحط ايده على العناصر التشكيل الاساسي، عشان دي برضو مهمه تديك ثبات. التشكيل ده بيديك ثبات في الاداء، وتقدر يعني تقدر بعد كده زي ما بدا بلال الشوط الاولاني بالرغم النهارده كده. خد بالك في اثنين برضو جداد النهارده على تشكيله النادي الاهلي، حمدي فتحي وزون الجديد، برضو يعني اثنين
داخلين برضو جداد على طيب. على التشكيله نفسها يعني. تمام. حلو جدا هذا الكلام، وهنكمل كلامنا في اطار من هو نجم المباراه، كابتن ماهر ال محمد هاني. محمد هاني مين؟ لا ينفع واحد. طيب محمد هاني. محمد هاني جونيور رجائي. انا الحقيقه رايح لواحد ثالث خالص، رمضان. خلينا نشوف رمضان. كابتن اسلام الشاطر، اهلا بيك من جديد وبكل مشاهديك ومتابعيك من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن رمضان صبحي، لو اللي بقول لك كل سنه طيب رمضان، ويمكن السنين اللي جايه ان شاء الله تكون من نصيبك تالق واهداف. كل سنه طيب رمضان وكل جمهور النادي الاهلي بيقول لك كل سنه طيب حبيبي وانت طيب. سنه سعيده كده علينا كلنا وعلى النادي الاهلي، وبمسي على كابتن اسلام والضيوف اللي معاه في الاستوديو. قبل ما ابدا اي حاجه بقى، يمكن احتفال الهدف ده احنا كنا قاعدين بعيد، احتفال الهدف عايز اتكلم. يمكن انت شلت حاجه من، قول لي انت هتشرح لي بقى احتفال الهدف، وسعاده كبيره ليك اكيد طبعا، لان الهدف كان مميز وشكل مميز جدا يا كابتن رمضان. لا طبعا الحمد لله، يعني كرم من عند ربنا. الهدف لا ده شنكار بس عليه صوره امي ومراتي، فحبيت ان انا احتفل معاهم طبعا، اغلى حاجه في حياتي. فالحمد لله مكسب مهم وجون مهم، فان شاء الله الفتره الجايه تبقى احسن ان شاء الله. يمكن رمضان بيتميز بالاصرار وبالعزيمه وبالجديه، وبنشوف فرحتك واصرارك الكبير، وعارف قيمه النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي. ده بينعكس يمكن على اللاعبين، اللعيبه اللي جايه كمان متواجده مش متواجده معانا في النادي الاهلي. ازاي بتنقل الخلفيه دي رمضان، وازاي بتنقل اصرارك وروحك ده لكل لعيب؟ لا طبعا على طول النادي الاهلي متعود، مش برمضان او باي لعيب، بالروح بتاعه النادي الاهلي. وفعلا اللي بيقول لك روح الفانيلا الحمراء ده مش كلام، ده فعل، وبيظهر على اللعيبه اللي جايه اكنها معانا من بدري، واللعيبه الصغيره اللي بتطلع لما انا كنت واحد منهم، واللعيبه الكبيره، فكلنا بننقل دوت لبعض. وزي ما انت بتشوف في الملعب الحمد لله النهارده مكسب كويس واداء كويس، بيكلل مجهودنا الفتره اللي فاتت، وان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى كلها كده. احنا بنمر بفتره صعبه، الماتشات كلها صعبه دلوقتي، فان شاء الله نعدي من المرحله دي. على ذكر الفتره الصعبه والصعوبات والتحديات اللي بنقابلها كابتن رمضان، عدد كبير من اللعيبه وغيابات كتيره جدا، لكن اصرار واللعيبه والكل على قلب رجل واحد، ده اللي يمكن بيخلينا نعدي في المباريات دي. ازاي بتشتغلوا على الامر ده انتوا كلعيبه مع الجهاز الفني؟ بالظبط، هو النادي الاهلي يعني بمن حضر، ودي معروفه ومش كلام يعني. طبعا الاصابات لما هترجع ان شاء الله هتفرق معانا، لعيبه كبيره مصابه، فان شاء الله لما يرجعوا بالسلامه هيفرقوا معانا، بس اللعيبه اللي موجوده على قد المسؤوليه، واي حد بيلعب او الجهاز الفني بيختاره بيبقى على قد المسؤوليه، فده اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه. رساله لكل جمهور النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله تكون من نصيبنا انتصارات واداء مميز لرمضان وكل اللعيبه. حابب تقول لكل جمهور رمضان؟ لا اقول لكل جمهور مبروك النهارده، احنا بنعدي فتره صعبه، عايزينكم تبقوا معانا مع كل اللعيبه ان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى خير علينا، ونقدر نفرحكم تاني ونرجع للبطولات كعادتنا يعني. فان شاء الله الفتره اللي جايه عايزهم بس يقفوا معانا ومع اللعيبه ديت، اللعيبه كلها رجاله ما حدش بيقصر في حاجه، فان شاء الله الفتره الجايه تبقى كويسه. حبيبي الله يخليك، شكرا حبيبي. بنشكر اكيد يا كابتن اسلام رمضان صبحي اللي ادى اداء اكثر من رائع النهارده وفي المباريات الماضيه، الاصرار والجديه والعزيمه اللي بنتكلم فيها مع رمضان، ده اللي واضح بنشوف في الملعب الامر بيبقى مختلف، عنده اصرار غير عادي، عنده جديه غير عاديه، عنده روح النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي بالفعل. من حي رمضان، من حي اللعيبه، من حي الجهاز الفني على الاداء المميز والشغل اللي بذل خلال التدريبات الماضيه. ان شاء الله يستمر النادي الاهلي في هذه التدريبات وفي تحفيز اللعيبه، كل الجمل التكتيكيه ان شاء الله باذن الله الفتره القادمه تكون من نصيب النادي الاهلي. كل التوفيق يا كابتن اسلام، مباراه وادي دجله ومنها ان شاء الله لمباريات البطوله الافريقيه. يمكن بلقاء رمضان بيكون انتهى لقاءاتنا هنا عقب بفوز النادي الاهلي بنتيجه كبيره على فريق مصر المقاصه، ان شاء الله على امل في مباراه وادي دجله في بطوله الدوري العام، ومنها ان شاء الله في البطوله الافريقيه. عوده ليك يا كابتن اسلام وكل نجوم الاستوديو التحليلي. شكرا جزيلا يا كريم، وكان نفسي بس مش عارفين نوصل لرمضان، عمال اقول له كل سنه وانت طيب، ويا رب تفضل مواليد 97 على طول. يا رب يفضل مواليد 97 على طول، بس مش مواليد بعد كده 98 ولا 96. عايزين نديله حقه عشان بس انا شخصيا يعني انا شخصيا انا عارف انك تختاره نجم المباراه. الناس عندها رصيد كبير بالنسبه لرمضان، وعارفين امكانياته ووضعه، فلما يرجع النهارده طبعا حاجه كويسه قوي نرجع للمستوى ده، بس الناس عارفين ان ده عادي بالنسبه لرمضان ومستنيين منه كمان اكتر أحسن. انما انا بتكلم على واحد ما بيلعبش في مكانه ولسه برضه يعتبر من الاشبال الصاعدين، محمد هاني بيلعب في مكان مش مكانه، ويبقى بالامكانيات النهارده لا هو يعني. لكن انا كمان اللي واقف عنده مش الهدف ولا التحركات ولا التحركات الهجوميه انا اللي واقف عنده التحركات الدفاعيه صح لرمضان صبحي صح. بيرجع لا يعني حاسس ان هو بقى مسؤول عن يعني واحد من المسؤولين عن الفرقه. طب اقول لك ميزه ما شفتهاش في رمضان قبل كده النهارده عملها، وقلت الكابتن ماهر عليها، الكور العاليه يا بلال واخدها من المدافعين بالظبط. عمره ما كان بيعمل دي يعني. انت دايما انت النهارده عندك كذا حاجه تتكلم فيها، وكلهم اللي حضراتكم اجاي انا كنت رايح لاجاي الحقيقه انه يبقى نجم المباراه، انه بعد هذا
المدة طويلة جدا ويرجع بهذا الشكل وبهذا المستوى. ولكن الحقيقة أجايه ومحمد هاني ورمضان صبحي هذا الثلاثي يستحق، لا مش الثلاثي ده، الـ11 كلهم هم حيرونا بصراحة مختارين ولا يستحقوا ان هم يتواجدوا. رمضان عنده ميزة اسلام كبيرة جدا يعني، ودي مهمة جدا في كل الفرق الكبيرة. انت دايما بتدور على لعيب يبقى هو وقت ما تتزنق بتدور عليه في اي حتة في الملعب، فاهم قصدي؟ يعني في كل الفرق الكبيرة بتدور على لعيب كده، هو ده اللي انا بدور عليه في وقت الزنقات، وقت الازمات بحتاج، وقت الازمات رمضان بيعمل الحته دي بشكل كويس قوي في النادي الاهلي. نعم. وقت ما تبقى مضغوط بتدور على رمضان صبحي، بيقدر يرفع الكره بشكل كويس قوي، بيقدر يرقص بشكل كويس قوي، بيقدر ياخدك وينقل بيك الملعب بشكل كويس حتى اثناء ما انت مضغوط. ودي حاجه مهمه جدا في الفرق، لازم يبقى عندك لعيب بتشتغل عليه يعني. صح. دايما بتدور عليه يا كابتن، عارف صح انت كسر بتدور عليه كلاعب في نص ملعب، بتدور عليه. هو ده اللعيب اللي موجود في الوقت الحالي اللي بيقدر يرفع الكره، اللي بيقدر ينقلك وقت ما تبقى عندك في اوقات بتبقى الفريق نفسه عارف يبقى ياخد نفس بلغه الكوره، فبتدور على اللعيب هو ده اللي يعمل، هو اللي يرفع الكوره، هو اللي يعمل النفس ده بالظبط. هو رمضان بيعمل الحته دي كويس قوي في النادي تمام، من مباراه للثانيه للثالثه بياكد ان هو ده اللعيب اللي عنده الاكسبيرينس العاليه اللي يقدر يشتغل لك في الحته دي بشكل كويس جدا يعني. اللعيبه بترقص في الملعب، وكريم بيرقصني على الهواء. والله كريم دلوقتي بيقول انا معايا لسه كابتن سامي قمصان. خلينا نطلع نشوف كريم مع مدرب النادي الاهلي كابتن سامي قمصان هيقول لنا ايه. اسلام الشاطر كل مشاهديك ومتابعيك من خلال ملعب الاهلي، فوز مهم واداء اكثر من رائع لفريق النادي الاهلي، واضح في شغل كبير بيبذل، ولسه كمان الفتره اللي جايه مع الانسجام ومع التوليفه مع عوده المصابين مع كل المصابين ان شاء الله يكون النادي الاهلي له شكل كالعاده، ومركز كالعاده هو المركز الاول. كابتن سامي قمصان طبعا مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن سامي مبروك النهارده، فوز مميز واداء رائع، في اجتهاد وفي اصرار وفي شغل كبير بيبذل انا عارف من الجهاز الفني من خلال متابعتنا في التدريبات، لكن الجيم النهارده بشكل عام كابتن سامي شوف الجيم النهارده ازاي. الحمد لله مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي ومجموعه، مبروك للجهاز واللعيبه ومجلس اداره، بدايه كويسه جدا وزي ما انت قلت يعني اداء ونتيجه ومكاسب كتيره جدا من الماتش، سواء برجوع اللعيبه مصابرة بالتهديف اللي بيحصل من جونيور، بتثبيت مستوى ياسر ورجوع حمدي، بداية حمدي، رجوع حسين الشحات للتهديف مرة تانية، رمضان نفس القصة. فأعتقد اللي مكاسب كبيرة جدا إن شاء الله نقدر نبني عليها، وزي ما أنت بتقول يعني كل مرة الراجل بيكتشف إمكانيات اللعيبة وقدراتها وبيعرفها، في شغل كل الناس بتجتهد عشان يطلع الأداء دوت والشكل دوت ويرجع تاني شكل النادي الأهلي اللي الناس معروف عليه. يعني ممكن برغم الصعوبات اللي بتمر علينا يعني سواء من إصابات أو إيقافات، لكن يبقى النادي الأهلي دايما غني بلعبته بإمكانياته، وإن شاء الله ونرجع تاني للأداء والنتائج والبطولات تاني بإذن الله. عارف إن الجهاز الفني ماشي في نفس الاتجاه مع المستوى الفني، الجانب النفسي، الجانب النفسي بيشتغل عليه بشكل كبير كابتن سامي، مستر مارتن، كابتن يوسف، كابتن سيد، إن الجانب النفسي مهم جدا مع اللعيبة. في لعيبة يعني يمكن مش هنقول جديد على النادي الأهلي لكن ما تأقلمتش بشكل عام مع النادي الأهلي. طبعا، وده اللي الراجل بيهتم بيه الصراحة يعني، وإحنا الحمد لله بنكمل شغله برضه، بنعمل اللي علينا من ناحيتنا. الناحية النفسية مهمة جدا يعني، تتكلم مع اللعيبة كويس، تديهم دوافع كويسة. اللعيبه طبعا ودي لعيبه كبيره جدا وعارفه يعني ايه قيمه النادي الاهلي، لكن في لعيبه لسه جايه مش عارفه يعني ازاي تلعب تحت الضغوط، ودي كانت مهمه جدا ان احنا وخصوصا كابتن محمد بن الهلال وكاب سيد بطريقه كويسه. فاتمنى ان شاء الله يعني بنوعد جمهور النادي الاهلي ان يبقى دي استمراريه للاداء النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي ورجوع ان شاء الله الثقه تاني للفرق. الفوز والاداء لكن الصفحه خلاص كلها تتغلق، ومباراه دجله للمباراه القادمه، الاستعداد ازاي؟ مفيش وقت يا كابتن سامي، في ضغط كبير جدا، لكن انا عارف النادي الاهلي متعود على كده، بتشوف مباراه دجله ازاي والاستعداد ازاي بيعمل ازاي؟ عارف دايما مجرد ما المباراه بتخلص بنهتم بالمباراه الثانيه، وده اللي كان بيحصل يعني دايما في النادي الاهلي، وده اللي بنشتغل عليه. بكره في تمرين برده ريكفري للناس اللي لعبت، وتمرين للناس اللي ما شاركتش يعني. نتمنى ان شاء الله رجوع المصابين لينا، ممكن يخش سعد صلاح، ممكن ان شاء الله هشام، ممكن رامي نفس القصه. فاتمنى ان شاء الله نكمل واحده واحده ان شاء الله، وان شاء الله نحقق ان شاء الله المطلوب باذن الله. سامي تقول لكل اللعيبه اللي ادت اداء اكثر من رائع، نستمر على كده ان شاء الله، بتطلبهم بين فتره يا كابتن سامي. اقول لهم مبروك طبعا، اداء كويس جدا واداء مشرف، بان لعيب النادي الاهلي وشخصيه لعيب النادي الاهلي، والفعل الاداء وحتى الاجوان شكلها فنيا كويس جدا يعني. واتمنى لهم ان شاء الله استمراريه على كده، وان شاء الله واللي جاي احسن باذن الله لينا باذن الله. شكرا شكرا شكرا. بنشكر اكيد الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، زي ما اكدنا وقلنا كابتن اسلام النهارده اداء اكثر من رائع. النادي الاهلي النهارده كان فيه اصرار وجديه وحماس، واكدنا وقلنا معسكر فريق النادي الاهلي كان واضح بشكل كبير جدا الالتزام والجديه، وكان واضح كمان ان النهارده النادي الاهلي هيأدي اداء ونتيجه، وبالفعل النادي الاهلي اسعد كل جمهور النادي الاهلي منتظرين المزيد والكثير خلال الفتره القادمه، ومنها ان شاء الله مباراه وادي دجله، ومباشره بعديها ان شاء الله يدخل النادي الاهلي في مباراه الدوري، ومنها للبطوله الافريقيه. يمكن كان لقاء مهم مع الكابتن سامي قمصان، مستمرين معاك
كالعادة كابتن إسلام ومع كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. بعد الفوز المهم النادي الأهلي النهاردة حقق فوز أكثر من رائع لفريق النادي الأهلي، وبإذن الله لاعبتنا تعود من الإصابات. لاعبتنا عندنا يمكن عدد كبير جدا يا كابتن إسلام زي ما أكدنا قلنا، لكن سعد سمير النهاردة بيخرج من القائمة، لكن سعد سمير جاهز المباراة القادمة إن شاء الله بإذن الله الفترة القادمة والمباراة القادمة. عدد كبير من لاعيبة النادي الأهلي يعود من جديد. يمكن في اللحظات اللي أنا بكلمك فيها دي خلاص يمكن المباراة بتنتهي، كل اللعيبة خلاص بتدخل الغرف خلع الملابس لفريق النادي الأهلي، العودة مباشرة إلى القاهرة إن شاء الله بإذن الله يكون لينا لقاءات مع لعيبة النادي الأهلي مع الجهاز الفني في خلال لحظات بإذن الله يكون معنا عدد من لقاءات لعيبة النادي الأهلي. عودة ليك يا كابتن إسلام. اشكرك يا كريم على كل هذا، مش هتعرف ترقصني تاني خلي بالك، انا بقول لك انا كنت مدافع كويس بالمناسبه يعني اقولها صح طبعا. طيب طبعا انا بشكرك جدا يا كريم على كل هذه اللقاءات الجميله الحقيقه. والنهارده يوم حلو الحقيقه، اليوم حلو لانها بدايه جيده للنادي الاهلي ان هو يعود مره اخرى لصداره الدوري او المنافسه على صداره الدوري، خلينا نكون واقعيين اكتر. يعني عوده النادي الاهلي للمركز الثالث يا اسلام والنقطه 30، وقلنا دي هتبقى الانطلاقه ان شاء الله باذن الله للمنافسه على بطوله الدوري العام بين الاهلي وبيراميدز والزمالك. زي ما قلت ان المباراه اللي جايه واضحه وان في تحدي من اللاعبين والجهاز الفني، ان احنا طول عمرنا كده ان لما بنبقى بننافس بنحط الاستراتيجيه او نحط الاهداف بتاعتنا منها ان المباراه القادمه ان شاء الله تكون مباراه كؤوس. بمعنى ايه مباراه كؤوس؟ ان شاء الله ان انا ما اخفقش او ان انا ما اخسرش نقطه او ما اتعطلش في السكه. لا خلاص احنا من النهارده يعني غرز انذار لكل الفرق ان النادي الاهلي كان في ظروف صعبه، وكل الناس عارفه ان الظروف الصعبه اللي مر بيها النادي الاهلي هي الاصابات اللي ضربت النجوم ومعظمهم يمكن اكتر من 10 او 12 نجم بيأثروا بشكل كبير جدا يا اسلام يعني طبعا. لكن الحمد لله رب العالمين زي ما قلنا ان مجلس الاداره كان عنده وعي وكان عنده ثقه في اختياراته للعناصر اللي فعلا محتاجاها الفرقه عن طريق الجهاز الفني مستر لاسارتي، لقى ان هم دول العناصر اللي نقدر نختارهم خلال الفتره اللي فاتت. فعلا اختيارنا للعناصر الجدد بشكل جيد، دخلوا وعملوا دم جديد للعيبه النادي الاهلي، بدأ الدم الجديد دوت يبدأ يتأقلم على بعض. شفنا النهاردة إخراج وسيناريو من 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 أنجح المباريات اللي اتعملت في هذا الأسبوع، مباراة النادي الأهلي والمقصة بكل بقى محتوياتها إذا كانت بدنية أو فنية أو تكتيكية، حتى كمان إحراز الأهداف كانت عن جمل تكتيكية اشتغل عليها مستر لاسارتي والجهاز الفني، وهو قال إن اللي جاي هو ده الشغل اللي هيتبع خلال هذه الفترة. برضو هنكمل كلامنا مع حضراتكم، ولكن خلينا نروح برضو الكريم أحمد مع المدرب العام للنادي الأهلي كابتن محمد يوسف نشوف هيقول لنا ايه. بجد تحيه ليك يا كابتن اسلام الشاطر كل مشاهديك ومتابعيك من خلال ملعب الاهلي. كابتن محمد يوسف طبعا المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن يوسف ببارك لك النهارده، اداء مختلف في اصرار وفي جديه، وبنشوف في مربعات ومثلثات وتحرك بشكل كبير. انا عارف في مجهود كبير بيبذل من مستر مارتن وكابتن يوسف بتحفظوا جمل بشكل كبير، لكن النهارده في اختلاف يا كابتن يوسف. النهارده ببارك لك اول في البدايه، وبنشوف الجيم النهارده ازاي. الحمد لله طبعا احنا اهم حاجه طبعا ببارك للجهاز واللاعبين على المجهود. الجهاز معناها الجهاز الفني والطبي والاداري وكله، واللاعبين على المجهود الكبير والتركيز الكبير. يمكن زي ما انت قلت الحمد لله النهارده الثلاث نقاط مهمين جدا. المفارقه الجميله والحلوه ان الثلاثه اللي منضم لنا في يناير زي رمضان وزي جونيور وزي حسين الشحات قدروا يسجلوا الثلاثه. انا بقول ان ادائنا النهارده في ارتياحيه بشكل احسن، في ثقه بشكل احسن. يعني عايز اقول كمان ان عودة المصابين كمان ان شاء الله هتزيد من مستوى الفريق، هترفعنا احسن بشكل كبير. واللي عايز اقوله كمان ان كثافة الماتشات العالية لابد ان انت هتلجأ لتدوير بعض اللعيبة، وتبدأ بلعيبة كانت نهت في مباراة قبل كده وتقعد لعيبة كانت بادية على اساس ان انت ما تلجأش للاصابات. دي مهمة جدا. النهاردة قدينا مباراة بشكل كويس جدا. حمدي فتحي كبداية اول مباراة ليه مع النادي ادى بشكل كويس جدا، ادى بشكل مميز، عمل دوره سواء الدفاع او الهجوم بشكل كويس جدا. ندفد رجع للبكرات نتيجة ايقافات بالنسبة لايمن اشرف، لكن ادى برضه بشكل كويس. اللي انا عايز اقوله ان احنا ان شاء الله الايام اللي جايه، وانا قلت كده قلت الايام اللي جايه الاصابات هتبدا ترجع لنا، الدنيا هتبدا تتحسن، ونتمنى ان شاء الله ان في اقرب وقت المصابين يرجعوا لنا.
على اساس ان انت عندك كثافه ماتشات عاليه. انت بتلعب النهارده 24 وكنت من 5 ايام بس كنت في الجزائر بتلعب مباراه يوم 18، هتلعب يوم 28، هتلعب يوم 2 مع سيمبا التنزاني في افريقيا، ثم بعد ذلك مباراه يوم 5 مع امبي 8 مع كثافه الماتشات عاليه، فلازم يبقى عندك لعيبه واللعيبه كلها تبقى جاهزه عشان المستوى ما يحصلش فيه تذبذب. يعني مع كثافه المباريات دي بيحتاج تجهيز نفسي يا كابتن يوسف من مستر مارتن ومن منك كمدرب عام، لان الجانب النفسي بشكل كبير مهم مع اللعيبه. العناصر يمكن كمان اللعيبه المنضمين لنا عناصرها صغيره شويه مش خبره، فمحتاجه على طول شكل. طبعا لازم تحفيز اللعيبه وتركيزهم وزياده تركيزهم، تكلموا على الدوافع على طول وبنكلمهم على الهدف بتاعنا، وفي هدف محطوط بطوله الدوري العام، بطوله افريقيا، دول هدفين كبار جدا لينا بالاضافه طبعا لكاس مصر، لكن انا بتكلم على البطولتين اللي احنا شغالين فيهم دلوقتي بشكل قوي. الهدفين دول او الهدف دول البطوله ده قدامنا وقدامنا بوضوح جدا، وكل يوم بنوضحه للعيبه وكل يوم بنتكلم مع اللعيبه. مش ممكن هنوصل لاهدافنا دي الا لما يحصل تضحيه ويحصل معاناه ويحصل كل واحد يضحي من اجل ان احنا نوصل لهذا الهدف، فلازم مفيش حاجه بتيجي سهله. كل الحاجات دي بتزيد من دوافع اللعيبه وبتزيد من اصرارهم ان كل مباراه يبقوا احسن، كل مباراه يبحثوا عن الثلاث نقاط، والحمد لله النهارده الثلاث نقاط مهمين جدا بالنسبه لنا. مفيش وقت مباراه دجله، يمكن خلاص الجمعه يبقى في تدريب وخلاص المباراه متلاحقه يا كابتن يوسف، يعني قول لنا برنامج التدريب حتى مباراه وادي دجله بكره يكون في تدريب اكيد. بكره طبعا عندنا تدريب مسائي، وبعد كده عندنا يوم السبت تدريب اخر، والحد خفيف هتخش عشان تلعب يوم الاثنين. اكيد طبعا التمرينات كلها هتدور في استشفاء وريكفري وحاجات كلها يعني لا تتعدى ال 50 لساعه، يعني من 50 دقيقه لساعه، غير كده على بتشتغل على حاجات كلها ريكفري واستشفاء عشان تقدر تلعب يوم الاثنين يعني. بس شكرا، ربنا يخليك، متشكر جدا. بنشكر اكيد الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي. مباراه اكثر من رائعه يا كابتن اسلام، زي ما اكدنا وقلنا ان شاء الله باذن الله المباريات القادمه يستمر النادي الاهلي على نفس المستوى، ايضا كمان كل ما تتيح فرص لاحراز الاهداف ده اللي بياكد عليه الجهاز الفني، استغل الفرصه هدف واثنين وثلاثه، لابد ان احنا ان شاء الله نفرق في الاهداف وان شاء الله نعود من جديد يا كابتن اسلام لمكاننا الطبيعي، مكان النادي الاهلي هو المركز الاول، ومنه ان شاء الله الحفاظ على بطوله لقب الدوري العام. شكرا جزيلا يا كريم. اخيرا يا كابتن ماهر، كابتن حشيشه، كابتن بلال، عايز كلمه من حضرتك استعدادا بقى للمباراه القادمه، مباراه وادي دجله. زي ما قال محمد يوسف كده في نهايه اللقاء، وان خلاص الملف اتقفل بتاع مباراه المقصه، هنبدا الاستشفاء ده شغل تاني عشان اللعيبه ترجع لحياتها ان شاء الله مره تانيه للقاء وادي دجله. نتمنى عودة المصابين إن شاء الله بشكل جيد. بنبارك طبعا الثلاث لعيبة النجوم اللي أحرزوا لنا أهداف، بنبارك لجمهور النادي الأهلي ومجلس إدارته واللاعبين، ومزيد من انتصارات الفترة القادمة إن شاء الله. كابتن حشيش. بقول طبعا الحمد لله النهاردة إن شاء الله بإذن الله، يعني أتمنى أنها تكون بداية للمشوار اللي باقي للنادي الأهلي، من إن شاء الله مستوى في المقام الأول، مستوى أداء حلو ومكسب. جمهور النادي الاهلي كان يهمه في الفتره الاخيره دي ان هو كان في تحديات كتيره قوي بالنسبه للنادي الاهلي، وكان في تشكيك في حاجات كتيره قوي بالنسبه للعيبه وبالنسبه لمجلس الاداره وبالنسبه لحاجات كتيره قوي. النهارده يعني الحمد لله الناس كلها خدت الثقه ان النادي الاهلي محطوط على التراك الصح بقى الفتره اللي جايه ان شاء الله. اداء لعيبه، عناصر كتيره موجوده ان شاء الله، بعوده المصابين يبقى في فرقه، وفي فرقه تانية موجوده بتبقى دكه قويه، لان المشوار كبير سواء في الدوري او في بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله يبقى النهارده مفتاح كده يعني مهم جدا الماتش ده لخوض المباريات اللي جايه سواء في الدوري او في بطوله افريقيا. بلال. مبروك طبعا النادي الاهلي وجمهوره ومجلس ادارته ولاعيبته. النهارده اجاده كبيره جدا في المباراه، اتمنى حاجتين: استمرار النادي الاهلي على بنفس طريقه اللعب وبنفس الروح وبنفس الاداء، واتمنى التطوير اكتر، لان طبعا زي ما كلنا اتفقنا النهارده في الاستوديو ان النهارده دي بدايه للنادي الاهلي وليست النهايه. النهارده بدايه قويه مع فريق قوي، بتلعب التصنيف المصنف الثالث، ده معناه ان انت بتلعب فريق كبير، لما تظهر امكانياتك يا فريق كبير مع قدام فريق كبير، ده معناه ان انت ابتديت تاخد الخطوات الايجابيه والخطوات الصح في مسيرتك. النادي الاهلي ما بيقفش يعني في مكانه محدده، النادي الاهلي دايما الطموح هو المركز الاول، ودي اعتقد البدايه ان شاء الله يعني باذن الله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل كابتن سمير عثمان، هتكلم بقى شويه عن
التحكيم وماذا حدث في التحكيم النهارده. الحقيقه لم تكن هناك حاجات كثيره في المباراه، ولكن برضو نعرف راي كابتن سمير عثمان على الطاقم التحكيمي كابتن محمود عاشور وبقيه الطاقم بعد هذا الفصل.